أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو ظهرت فيه الإعلامية الكويتية مي العيدان وهي توضح آخر تطورات القضية التي تهدد برفعها ضد الفنانة دنيا بقمة. وأوضحت مي العيدان في هذا الفيديو سبب رفعها للقضية أمام القضاء الكويتي، متهمة فيها دنيا بقمة بأنها شتمتها ووصفتها باللقيطة. وأضافت العيدان أنها تنتظر فقط انتهاء فصل الصيف لترفع قضية مماثلة ضد محمد الترك على إثر الرسائل الصوتية التي أرسلها إليها وقام بشتمها من خلالها ووصفها بالعقيمة. وقالت مي العيدان أن المشكلة ليست في الفنانة دنيا بقمة بل في زوجها محمد الترك الذي سمح لها بوصف ابنته بالمنفصمة، حيث أكدت أن أطفال منى السابر كانوا يعيشون في جحيم مع دنيا قبل الفوز بحضانتهم. في شخص قاعد يسألني مي شنو سويتي على موضوع قضيتك مع دنيا بقمة؟ هل أنت رفعتي قضية؟ نعم رفعت قضية سب وقذف وذم في الكويت لدى المحامي بدر باقر وظهر الواوان، اوكي، وناطر ان شاء الله بعد الصيف راح ارفع قضيه ايضا على محمد الترك لانه دز لي عدد من الرسائل الصوتيه سبني فيها واتهمني وقال نفس الفاظ زوجته، قال اني عقيمه او هذا يعني، وسب وايد، اوكي، الى جانب ان هي ما شاء الله قالت اني لقيطه وقالت اني كلام كثير، اوكي، فان شاء الله قضاء الكويتي، الحمد لله قضاء الكويتي ما يتهاون ترى في هذه الالفاظ، وهذه ترى الالفاظ فيها سجن، بس القضيه تاخذ لها فتره، في ناس مو مستوعبه تسالني يقولوا لي مي ايش صار على القضيه بابا، القضيه مو ارفعها انا خلال اسبوعين يصدر الحكم، او يمكن هي تعودت ان هي تسب ناس بالعرض وبالشرف بشكل عام والناس تسكت لها، لكن لا مو كل الناس تسكت ولا انا مطلوب مني ان انا اسكت، وليش انا شنو سالفه انه والله هذه لقيطه، ليش ان شاء الله اهلي معروفين وابوي معروف وامامي معروفين ودنيتي معروفه، لكن في ناس تعتقد تطالع الناس من منظورها هي، فتعتقد ان كل الناس من هذا المنظور. ثانيا ترى على فكره اللي هي سوته ترى انا اقدر كنت اسويه معاها مليون ضعف، لكن انا تربيتي واخلاقي اوكي واهلي، لان عندي اهل يحاسبوني، لما ما يكون عندي اهل صدق ارد عليه بنفس الفضح، فالشاطر اللي يبي حقه بالقانون اوكي، وبتشوف القانون الكويتي شنو يسوي، اوكي، انا مواطنه كويتيه وهي مواطنه مغربيه، وانا راح احرمها من انها تغلط مره ثانيه على اي احد بهالألفاظ، والشرها مو عليها، الشرع على محمد الترك اللي قبل انها تقول عن بنته حلا اللي عندها فصام، اوكي، لو ابو حقيقي ما يقبل هذه الكلمة على بنته، وانا واثقة ان هالأطفال اللي خذتهم الحين منى السابر انا واثقة انها عاشوا سنوات سودة مع دنيا بقمة في بيت واحد، هذا اللي يقول لما ينزل سناباته ويقول والله انا امي غلطت على دنيا ودنيا سكتت وقعدت فوق وانت هذا شكل وحده، هذه الفاظ وحده تسكت بشرفكم، اذا قاعد يتحكي منون المستمع عاجل. للمزيد من الاخبار تابعونا على قناه انس اوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.